للحديث أكثر عن هذه المباراة معنا في الاستديو عفراء الجول، صحفية رياضية في غرفة أخبار الآن. عفراء، يسعد مساك. مساء الخير هناك. إذن ما هي العوامل التي راح تحسم هذه المباراة اليوم؟ طبعا في هناك عدة عوامل روناك، أهم هذه العوامل باختصار شديد عامل الخبرة أولا يلعب دور كبير. طبعا خبرة كلا الفريقين في دوري الأبطال هي كبيرة، ولكن يعني الكفة بتعود لفريق ريال مدريد يلي في آخر 3 سنين وصل لثلاث نهائيات متتاليات، هذه النهائي الثالث على التوالي الذي يصل إليه ريال مدريد، وإذا حقق اللقب سوف يكون لقب تاريخي جدا، تحطيم أرقام قياسية يحطمها النادي الملكي لأنه حطم الرقم القياسي في السنة الماضية، حيث طبعا أخذ دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، والآن سوف يكون للمرة الثالثة إذا حقق اللقب فعلا، وطبعا الثالث عشر في تاريخه. ليفربول طبعا وصل إلى النهائي في 2005 و2007 مؤخرا، وإذا حقق اللقب سوف يكون اللقب السادس في تاريخه. طبعا هو ربح نهائي 2005 أمام نادي الميلان في معجزة إسطنبول ما نسميها، وخسر أمام الفريق نفسه في 2007. إذن عامل الخبرة يرجح لكفة ريال مدريد، أما العوامل الأخرى فهي أن ريال مدريد يدخل المباراة بتشكيلة كاملة غير منقوصة أبدا، ليس هناك أي مصابين، وعلى الأغلب سوف يلعب زيدان بخطة 4-3-3 التي تتمثل في داني كارفاخال ومارسيلو على الأطراف، وطبعا راموس وفاران، وأمامهم لوكا مودريتش وتوني كروس، وطبعا كاسيميرو، وخط الأمام في بنزيما ورونالدو، وطبعا جاريث بيل. أما ليفربول فهناك مصابين، هناك ثلاثة مصابين، ولكن تشهد تشكيلة ليفربول، تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب، عودة إيمري تشان من الإصابة، ولكن أبرز إصابات ليفربول هي اللاعب تشامبرلين الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي في مباراة فريقه أمام روما، وبالتالي لن يشارك، وأيضا لن يشارك في نهائيات كأس العالم، يعني خبر سيء لعشاق المنتخب الإنجليزي. إذن عامل الخبرة والإصابات، معركة خط الوسط روناك هي ما سوف تكون عامل الحسم ربما لنادي ريال مدريد. الفريقان يتشاركان في نقاط الضعف والقوة، كلا الفريقان لديهما هجوم ناري يسجل الكثير من الأهداف، لعب مفتوح أسلوب هجومي، وكلا الفريقان لديهما مشاكل في خط الدفاع، يعني بعض الثغرات وترك المساحات الكبيرة، ولكن معركة خط الوسط يفوز فيها من ناحية الخبرة ومن ناحية المهارات الفردية لصالح ريال مدريد. كما تحدثنا قد يشرك المدرب زين الدين زيدان إسكو في المنتصف على حساب جاريث بيل، ويلعب 4-4-2 على حساب طبعا جاريث بيل في بنزيما ورونالدو أمامهم، ولكن أنا أرجح أن يشرك 4-3-3. الحقيقة هذا ما أعلنته صحيفة الماركا الإسبانية قبل المباراة، التشكيلة المتوقعة طبعا. وطبعا الهجوم الناري لفريق ليفربول المتمثل بساديو ماني ومحمد صلاح، وطبعا فيرمينو البرازيلي المتألق، وأيضا يعني عندما يتعلق الموضوع بالمدربين، صحيح أن يورجن كلوب لديه خبرة أطول كمدرب ألماني، لعب في درب بروسيا دورتموند وفي ألمانيا وحقق نتائج كبيرة وطيبة، وهو أخرج ريال مدريد في سنة 2013 من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن الآن زين الدين زيدان هو لديه خبرة أكبر كمدرب مع لاعبين يعرفهم لمدة أطول. روناك، طيب في ظل كل هذه المعطيات والعوامل اللي ذكرتيها عفراء، لمن ستكون الغلبة اليوم، لكريستيانو رونالدو أم لمحمد صلاح بالأغلب؟ نعم، سؤال كبير، يعني بما أنه النجمين هما ما أوصلا نواديهما إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن إذا تكلمنا عن موضوع يعني مستوى اللاعبين الفردي بشكل منعزل عن الآخر، أنا برأيي الشخصي محمد صلاح يعني قدم مستوى رائع جدا في هذا الموسم. كريستيانو رونالدو كان متذبذب ربما، ليس كما عودنا مع ريال مدريد، صحيح هو في بداية الموسم خصوصا يعني لم يعني مر بفترة تهديفية غير طيبة، ربما سببه عدة مشاكل، ربما التغير في التشكيلة من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وبالتالي لم يثبت يعني، ولكن محمد صلاح كان مستواه ثابت بشكل أكبر، هو حافظ على مستوى رائع ثابت على مدى الموسم، سواء طبعا في الدوري وفي دوري أبطال أوروبا، وهو يعني
امتلاك ريال مدريد لعناصر الخبرة الكبيرة المتمثلة وخصوصا بعناصر الشباب، عدا عن لوكا مودريتش وتوني كروس الذين يعني ساهموا بشكل كبير، وكيلور نافاس أخص بالذكر، كيلور نافاس الذي لولاه لم يكن الريال يصل لنهائي دوري الأبطال، وهو الحارس المخضرم المتألق طبعا الكوستاريكي، ولكن محمد صلاح ربما كان حاسم أكثر في مع نادي ليفربول الريدز. وأرى طبعا إذا تمكن ليفربول من تحقيق دوري الأبطال يعني أن صلاح سوف يكون قريب جدا من الكرة الذهبية، لأنه يعني حقق اللقب الغائب عن خزائن نادي الريدز منذ 2005، ووصل بمصر إلى نهائيات كأس العالم. طبعا يعني كل التوفيق لمنتخب مصر في نهائيات كأس العالم. ولكن كتوقع روناك، نعم بعد يعني هذا التحليل توقعاتك إذن عفرا لمباريات اليوم للنتائج ما هي؟ يعني أتوقع ربما عامل الخبرة وعامل خط الوسط واللعب على يعني الجزئيات الصغيرة جدا التي إذا استغلها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ربما سوف يحسم ريال مدريد النتيجة بثلاثة أهداف لهدفين، هذا توقعي الشخصي. سوف تكون كما تحدث مباراة مفتوحة، ستشهد تسجيل الكثير من الأهداف ويعني حظ موفق للفريقين. شكرا جزيلا لتواجدك معنا ولكل هذه المعلومات، حدثتنا في الاستوديو زميلتي عفراء الجول الصحفية الرياضية في غرفة الأخبار. شكرا جزيلا عفراء.